أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وإليكم آخر الأنباء. فتاة العرب الإسكندرانية لسيسي، ربنا يدي لك على قد نيتك. ربنا يكرمه، ربنا يكرمه يا رب يا رب. بعد هجومه على باسم يوسف، هاشتاج خالد صلاح تصدر تويتر عالميا. يلا جمعة 11 من نوفمبر، غياب لأي مظاهرات وتشديدات أمنية. يلا يا رجالة. وعمرو أديب يرقص على الهواء بعد فوز المنتخب على غانا. مجدي عبد الغني هتكلم عن جول هولندا حتى لو وصلنا روسيا. نائب برلماني يطلق اسم ابنه على احد الطرق. وماله يا اخويا، مش عيب. ومستشار بوزارة التعليم يضع صورة ابنه في كتاب تلت اعدادي. تاني ما يزاطط بقى. يلا. تدرس التاريخ، تزوج الجغرافيا فانجب مصر. مش قادر ابص. رفع اسم احمد شفيق من قوائم الترقب والوصول. وإليكم فقرة خروج ثناء سيف بعد إنهاء عقوبتها. فيديو الأسبوع. هنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، ونطير 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 مع نسمة شردة. كان هذا موجز لأهم أنباء الأسبوع، فوتكو بعافية.